بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. من خلال هذه الحلقة راح نتكلم عن قطعة إلكترونية مهمة جدا، وهي في الحقيقة قطعة إلكترونية ميكانيكية في نفس الوقت، يعني التحكم في الأجهزة مرتفعة الجهد أو عالية الجهد اللي تتطلب جهد مرتفع، مثل المصابيح، مثل المكيفات، مثل أي جهاز عندنا في البيت راح يشتغل إما على 220 فولت أو على 120 فولت، أو حتى على الأجهزة اللي تعمل بفولتجز عالية ممكن إن احنا نستخدم الريلي في التحكم أو في تشغيلها وإطفائها. شلون تتم هذه العملية؟ كالتالي، يقوم المتحكم مثل الأردوينو اللي تشوفونه أمامكم بإرسال موجة أو بإرسال أمر سيجنال أو سمها ما شئت إلى دائرة. هذه الدائرة تقوم بتفعيل هذا الريلي، هذا الريلي يقوم بعملية سويتشينج، بالتالي هذا الريلي يقوم بفصل دائرة التحكم اللو فولتج عن الجهاز الهاي فولتج أو عن الكهرباء، بالتالي يعتبر قطعة إلكترونية مميزة جدا لعملية فصل اللو فولتج عن الهاي فولتج. خلينا نتكلم بشكل عملي أكثر وش اللي يصير بالضبط، تابعونا. الريلي يتكون من جزئين أساسيين، جزء في الطرف الأيمن وجزء في الطرف الأيسر، ويتكون من 5 أطراف في الخلف مثل ما تشوفون أمامكم. الريلي يتكون من جزئين أساسيين، الجزء الأول وهو الملف، والجزء الآخر هو الميكانيكال سويتش. مبدأ عمل هذا الريلي قائم على النظرية الفيزيائية اللي تقول أن مرور تيار كهربائي في ملف يؤدي إلى إنشاء مجال مغناطيسي حول هذا الملف، بالتالي عند مرور تيار في الملف اللي موجود داخل هذا الريلي يتكون مجال مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي يؤدي إلى جذب عمود المفتاح اللي موجود في الطرف الآخر، بالتالي تتم عملية السويتشينج on أو off. إذا كان في تيار مار في الملف يتولد مجال مغناطيسي، هذا المجال المغناطيسي راح يجذب عمود المفتاح اللي موجود في هذا الريلي، بالتالي راح تتم عملية السويتشينج أو عملية الكونتاكت، وراح يمر التيار من خلال هذه الدائرة لأن الدائرة أصبحت مغلقة. عند توقف مرور التيار داخل هذا الملف أو داخل هذا الكويل راح يرجع العمود مرة أخرى وراح تنفتح الدائرة، بالتالي قدرنا نتحكم في عملية السويتشينج إلى اللود اللي موصل على هذا الريلي. كل ريلي يختلف عن الآخر من خلال المواصفات أو حجم التيار اللي يتحمله هذا الريلي. فمثلا هذا الريلي يعمل على 12 فولت دي سي، بينما الاوتبوت اللي هو السويتش يتحمل الى حد 240 فولت وما مقداره 7 امبير. بالتالي حتى نتحكم في عملية السويتشينج الى اللودز اللي موصلة على هذا الريلي راح نحتاج الى مقدار فولتج 12 فولت. هذا الريلي ما راح نقدر نستخدمه مع الاردوينو الا من خلال دوائر، بالتالي ما راح نستخدمه، هو مجرد مثال. الريلي اللي راح نستخدمه مع الأردوينو هو هذا الريلي. هذا الريلي يمكن التحكم به من خلال 5 فولت، وهو مناسب جدا للعمل مع الأردوينو لأن مثل ما نعرف أن الأوتبوت من الأردوينو هو مجرد 5 فولت، بالتالي لازم نبحث عن ريلي يعمل على 5 فولت حتى نستطيع توصيل الريلي على الأردوينو. هذه أول نقطة مهمة. النقطة الأخرى اللي لازم ننتبه إليها عند اختيار الريلي هو مقدار الفولتج اللي يحتاجه الجهاز أو اللود اللي راح نستخدم الريلي في التحكم فيه. يعني مثلا هذا المصباح الكهربائي ممكن يعمل على 220 أو 230 أو 240 فولت، بالتالي أنا أحتاج إلى ريلي الأوتبوت ماله ممكن يتحمل إلى حد هذا الرقم. أيضا لازم أحاسب أن هذا الريلي مثلا يتحمل إلى حد 10 أمبير، هذا الريلي ماكسيمم يتحمل إلى حد 10 أمبير، بالتالي إذا كان الجهاز اللي أنا راح أستخدمه يحتاج إلى أكثر من 10 أمبير إذن أحتاج إلى تغيير هذا الريلي. خلينا نتكلم عن هذه القطعة بشكل تفصيلي أكثر. هذه القطعة طبعا مصنعة محليا، مصنعة في المنزل، يقدر أي شخص أنه إذا توفرت عنده هذه المكونات أنه يصنعها.
هذه الدائرة تم تصنيعها منزليا، فتستطيع ان انت تصنعها، وانا خصصت فيديو كامل لطريقة تصنيعها بالمكونات وفيديو تفصيلي لطريقة عمل مثل هذه الدائرة. طبعا اللي ما عنده امكانية لتصنيع هذه الدائرة نتيجة لعدم توفر الاجهزة مثلا او عدم توفر الادوات، تستطيع شراء دائرة جاهزة مثل هذه الدائرة او مثل هذه الدائرة. الفرق فيما بينهم هو عدد الريليهات، يعني هذه تقدر تتحكم في جهازين، هذه تقدر تتحكم في جهاز، وتأتي ايضا انواع باربعة اجهزة، بثمانية اجهزة، ب16 جهاز. بالتالي تقدر تشتري اي بوردة من هذه البوردات بشكل جاهز وتستخدمها مع الاجهزة اللي عندك وتتحكم في الاجهزة اللي عندك بشكل طبيعي جدا. وهذه الدائرة مكونة من مكونات بسيطة جدا، هي عبارة عن مقاومة كهربائية، LED، ترانزستور، دايود، بعض الأسلاك، الريلي، وهذه التيرمينال، بالإضافة إلى الستريب بورد اللي راح نستخدمها في عملية اللحام. هذا الريلي ليش أنا أحتاج دائرة؟ ليش ما أقدر أوصل الريلي مباشرة على الأردوينو؟ شنو المشكلة؟ المشكلة أن هناك تيار راح يمر في ملف داخل هذا الريلي، بالتالي هذا الملف يحتاج إلى تيار بمقدار معين، هذا التيار لا يمكن إخراجه من البورد هذه الأردوينو من خلال الأطراف اللي موجودة عندي، بالتالي راح أحتاج إلى دائرة حتى أقوم بعملية السويتشنج إلى هذا الريلي. فباختصار لو حبينا نشرح هذه الدائرة، هذين الطرفين هم الخمسة فولت والجراوند إلى الدائرة، بالإضافة إلى السيجنال اللي قادمة من الأردوينو راح تدخل عند هذه الأطراف، السيجنال راح تنتقل إلى الترانزستور عن طريق هذه المقاومة، هذا الـ LED مجرد إنديكيتر أو يعطينا تنبيه إن في سيجنال قادمة مقدارها 5 فولت من الأردوينو أو من أي دائرة تحكم أخرى، هذه السيجنال القادمة راح تنتقل من خلال المقاومة الكهربائية ومن خلال الـ LED الى القاعدة او البيس اللي موجودة على الترانزستور. البيس هذه لما يصير اليها تريجر راح يتكون فولتج بين البيس والإيميتر اللي على الترانزستور، بالتالي راح يمر تيار من خلال الكولكتر اللي موجود. الريلي عندنا او ملف الريلي موصل على الكولكتر او المجمع مثل ما ينطق باللغة العربية، راح يمر تيار من خلال هذا الملف وراح يمر من خلال الترانزستور الى الايميتر اللي موصل على الجراوند، بالتالي راح تكتمل الدائرة وراح يمر التيار وهو الهدف المطلوب. في الجهة الاخرى عندنا فقط هذا التيرمينال وهو يمثل النورمالي اوبن تيرمينالز اللي موجودين، عندنا ثلاثة اطراف في هذه المنطقة، طرف كومون وطرف نورمالي اوبن والطرف الاخر نورمالي كلوز. النورمالي اوبن اذا كان ما في سيجنال راح تكون الدائرة مفتوحة، والنورمالي كلوز اذا ما كان في اي سيجنال راح تكون الدائره مغلقه. لو جت موجه من خلال الاردوينو او من خلال اي دائره تحكم ومر تيار من خلال الملف اللي موجود في هذه الريلي، راح يتم عمليه سويتشنج داخل، وبالتالي النورمالي اوبن تيرمينال راح يكون متوصل مع الكومون، بينما النورمالي كلوز تيرمينال راح يكون اوبن. هذين الطرفين انا وصلتهم بين الكومون وبين النورمالي اوبن، بالتالي لما تتم عملية السويتشنج او يتم مرور تيار داخل هذا الملف راح تتم عملية السويتشنج، وهذين الطرفين راح يتوصلون مع بعضهم البعض، بالتالي هذا يعتبر كأنما سويتش نقدر نوصل عليه دائرتنا ونقدر نتحكم في الدائرة. طبعا حتى نشوف طريقة عمل هذه الدائرة راح نقوم بفرض سيناريو معين. لنفرض ان احنا محتاجين لتشغيل هذا المصباح الكهربائي on off بفارق ثانية واحدة بين التشغيل والاطفاء، بالتالي راح نحتاج الى هذه المكونات، عندنا لوحة الاردوينو، عندنا الريلي بورد، اللود اللي راح نستخدمه، وهذه الاسلاك القادمة من الكهرباء او الـ 220 فولت. راح نقوم في البداية بتوصيل هذه الثلاثة أسلاك على الأردوينو والريلي بورد بهذه الطريقة. راح نقوم بتوصيل الطرف الأحمر على الخمسة فولت، الطرف البني على الجراوند، بينما هذا الطرف البرتقالي راح نوصله على الطرف رقم 12 في الأردوينو اللي نستخدمه في عملية التحكم بهذه الطريقة.
البرتقالي هو الطرف رقم 12 وهو الطرف اللي راح نتحكم فيه في عملية السويتشينج. البني هو الطرف الجراوند موصل على اي طرف من اطراف الجراوند اللي موجودة على بورد الاردوينو، والاحمر هو الخمسة فولت، وراح نقوم بتوصيلها على الدائرة بالشكل التالي: الخمسة فولت في الطرف الخمسة فولت، الجراوند في طرف الجراوند، والسيجنال راح تكون عند واحد من هذه الاطراف، اثنينهم نفس الشيء ما تختلف العملية. في الوضع الاعتيادي حتى اقوم بتشغيل المصباح مباشرة على الكهرباء، راح اقوم بتوصيل هذين الطرفين مع بعضهم بالشكل التالي، يعني اللاين من اللود راح اوصله على اللاين من الكهرباء، والنيوترال راح اوصله على النيوترال بشكل مباشر، وراح اقدر اتحكم في المصباح الكهربائي بشكل مباشر من الكهرباء. بينما حاليا انا راح اضيف الريلي كدائرة متوسطة فيما بينهم حتى اقدر اتحكم في هذا الليت من خلال الاردوينو او من خلال اي متحكم اخر. فاللي راح يصير ان انا راح اوصل الطرف البني هذا على الطرف البني بدون اي فرق، راح اتاكد من توصيله بطريقه صحيحه، وبعدين راح اقوم بعمليه تثبيته بشكل قوي جدا حتى ما يصير لوز. راح يبقى عندي هذين الطرفين القادمين من النيوترال، راح اوصل واحد على هذا الطرف، والطرف الثاني راح اوصله على الطرف الثاني. بالتالي الدائرة من هذين الطرفين مكتملة، راح تروح الى الكهرباء، بينما راح ترجع هني في راح يكون الفاصل، وهذا الطرف راح يكون هو اللي يتحكم في عملية تشغيل واطفاء هذا المصباح. مثل ما ذكرنا ان احنا عندنا سيناريو فرضناه حتى نستطيع تجربة هذه الدائرة. هذا السيناريو هو تشغيل هذا المصباح اون اوف من خلال الاردوينو باستخدام دائرة الريلي. راح نقوم بعملية البرمجة وبعدين نرجع مرة ثانية الى التجربة. بعد ما قمنا بعملية البرمجة، الحين راح نجي إلى عملية التجربة. قمنا بتوصيل الأردوينو مثل ما ذكرنا على لوحة الريلي بورد، وأيضا قمنا بتوصيل اللود على الريلي والكهرباء على الريلي بالشكل اللي شرحناه قبل شوية. لو تلاحظون أن في عملية سويتشينج قاعدة تقوم من خلال السيجنال اللي قادمة من الأردوينو، وهذا الـ LED يعطينا إنديكيتر إلى هذه العملية، وأيضا تستمعون إلى صوت الريلي في عملية السويتشينج، هذا الصوت قادم من داخل الريلي. عملية السويتشينج هذه تتم بشكل صحيح، لكن هذا المصباح الكهربائي ما يعمل. ليش ما يعمل؟ لان احنا اساسا ما قمنا بتشغيل الكهرباء القادمة اليه. احنا قلنا ان هذا الطرفين مجرد طرفين للسويتش، فقط مفتاح كهربائي. طب انت لو شغلت المفتاح الكهربائي بس ما في كهرباء، اكيد اللود ما راح يشتغل. فبالتالي راح نقوم بتشغيل الكهرباء، وراح نشوف شلون هذا المصباح الكهربائي يعمل عن طريق السويتشينج اون او اوف. بعد ما قمنا بتشغيل الكهرباء، نلاحظ ان المصباح الكهربائي يعمل بشكل صحيح حسب اللي احنا نحتاجه. بالتالي استطعنا ان احنا نتحكم في جهاز يعمل على 220 فولت من خلال الاردوينو باستخدام هذه البورد. هذه الريلي بورد بما ان احنا قاعدين نتعامل مع فولتج عالي جدا وهو 220 فولت، اذا هذه كهرباء خطيرة جدا. احنا نحتاج ان احنا نعمل بحذر مع هذا النوع من الكهرباء، فلا نحاول نلمس اي جزء من اجزاء الدائرة الا بعد اطفاء الكهرباء. في نهاية الحلقة اتمنى ان انا قدمت لكم معلومات جديدة ومفيدة. شكرا للمشاهدة، نلقاكم في حلقة قادمة عن قريب، الى اللقاء.